يعني هتتم متجوزة يا فاروق؟ هندي سلمى الواحد ما نعرفوش؟ هنعرفه يا هدى. لسه هنعرفه؟ طب ايه لزوم الاستعجال؟ مفيش استعجال، انت عبيطة، انت فاكريني سهل؟ ده اللي انا مستغرباله، ساكت ليه؟ مين قال؟ بنتي حبت واحد وعايزة تتجوزه، اقول لها لا؟ والله افضل جنبها لغاية الاخر واعرف واطمن. يبقى اطمن انا كمان؟ لا اطمني، انا عارف الولد كويس، وعارف مين اهله، وعارف جدوده، وعارف تاريخ القصر من يوم ما اتبنى لغاية ما هيبقى قصر سلمى فاروق. قصر سلمى فاروق؟ طبعا، الولد شاب كويس ومتعلم وعنده قصر، دي حاجة مش وحشة. قصر ايه؟ المهم طباعه واخلاقه وهيتعامل معاها ازاي؟ هو يستجري، مين يقدر يزعل بنتي؟ وايه اللي مخليك متأكد قوي كده؟ والله لو نيته صافية يبقى كويس، والطيبون للطيبات، طلع طماع برضه يبقى كويس، يبقى واقف ايد اللي بيعرف يتعامل مع النوع ده كويس قوي. في الحالتين اطمني، ما تقلقيش. بنتي مش صفقة يا فاروق. المكسب والخسارة في الفلوس يتداوا، لكن دي حياة دخلها بقلبها والخسارة فيها ملهاش دعوة. وأنا بقى ما عنديش أغلى من سلمى عشان قلبي يتوجع عليها. سلامة قلبك يا هدود يا قمر. في إيه؟ قلت لك اطمني ما تقلقيش، أنت أم العروسة، بطلي نكت، يلا روحي خليك جنب بنتك وفرحي وسيبي الباقي عليا.